أزرف لون أحلى سوسيترز في الكون. أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. جيجي حديد خدعت الفانس. اتضح أن عارضة الأزياء والأم الجديدة جيجي حديد كشفت عن اسم ابنتها كاي في نوفمبر العام الماضي دون أن يدرك أحدنا الأمر. يبدو أن أحد الفانس كان دقيق الملاحظة. أعتقد أنه ظل يبحث في الصور ليل نهار حتى اكتشف هذا الشيء. إنه المحقق كونان يا جماعة. فقد انتقل أحد المعجبين إلى تويتر ليشارك اكتشافه الخاص، وهو أن في 22 نوفمبر 2020 كشفت جيجي بمكر عن اسم خاي أو كاي في صورة لديكور الكريسماس، حيث ظهر في الصورة الاسم في وعاء تحت شجرة عيد الميلاد لعائلتها ولم يعرفها أحد. لحسن الحظ أشار أحد المعجبين إلى هذا مؤخرا على تويتر قائلا: نحن حقا كفيفون. في الأسبوع الماضي فقط شاركت جيجي حديد بعض قصص إنستغرام الجديدة المتعلقة بالأم، بما في ذلك نص أرسلته إلى شريكها زين وصورة سيلفي جديدة مع طفلتها كاي ورسالة إلى أمهات أخريات هناك. ونشرت جيجي مقطع فيديو لصورة سيلفي لنفسها مع تسمية توضيحية تقول: إذا غسلت وجهك اليوم أنا فخورة بك، لا بأس أنا جيدة. ثم نشرت مقتطفا من نص أرسلته إلى زين وكتبت الرسالة: مرحبا أنا مهووسة بطفلتنا. ولتفاصيل أكثر حول الاسم الغريب والسبب الحقيقي وراء اختياره سنترك لكم الروابط في أول تعليق. لا تنسوا أن تشاركونا رأيكم بكل صراحة. شكرا لكم، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب. نحبكم.